تسمى المخلفات انت كاين اللي سماه ما نحبش المصطلح هذا خطر نصدر حكم وماش باش نصدر حكم فهمت كاين كل واحد كيفاش وصف لا 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 لهذ المخلفات النظام الاسبق ونقول نظام اسبق لان ان شاء الله باحداث السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات الشعب اعلن عن القطيعه نهائيا مع الممارسات النظام اقول مع ممارسات النظام الاسبق في مجال الانتخابات